نجي والله يسولف لي ابو سعود الشمري من حائل قبل كم يوم عن نجي الله يرحمه اللي في الجنه، ادعوا له يا اخوان. كان في المغرب تخيلوا، يقول لك جالسين وبعدين رايحين علاج، علاج السرطان، وحتى ابوه منزله. فكانوا في البحر جالسين يتقهون ويرجعوا الفندق. يوم رجع الفندق احد اللي شغال بالفندق هناك بالقردات وغيرهم، ادخل ما ادخل هو ذاك الله يرحمه شجيع، كيف ما كيف، وين بطاقات، كلهم صارت وتضاربوا مع بعض. خلص دخل غرفة طلع فوق، هو الحالة وقتها دخل غرفة. المهم دخلوا عليه في الفندق يا اخوان في الغرفة، هذول هذا نادى اخوياه والعصابة اللي عنده، ودخل عليه في الغرفة وضربوه لين مات الله يرحمه ويجعله في الجنة. شوف حسبي الله عليه، سبعة اللي دخلوا، وموجود تصوير فيديو حق الفندق نفسه، سبعة دخلوا وسووه الأمور هذه وفعلوا. طبعا يدورون تصريفه، يحاولون يطلعون، قالوا والله كان انتم عارفين الكلام اللي يطلعونه، وكل هذا ما هو بصحيح، لأنه راح يتعالج. ولو ان كلامه صحيح تهاوش مع اثنين تحت بدي قردات تتخر، وابو سعود الشمر ينزل والعالم كله تدري. فانتبهوا يا اخوان، انتبهوا، والله يرحمه ويجعله في الجنة، ويدعو له والله يصبر ابوه واهله واخوانه وربعه، ويجي الله يمدحونه اهل حايل، يجي الله يمدحونه ورجال يثنون عليه، الله يرحمه ويجعله في الجنه. انتبهوا اللي تشافه برا، انتبهوا. خليك بشله سبعه داخل فوق على الرجال وذابحه، هذا ما يصير. موجود الكلام هذا في تويتر، وابوه نزل وعمان وربع نزلوا يعني في تويتر. هذا هو في المغرب، وقبل كم يوم في تركيا السعودي صاير له، واللي في المستشفى وعمله ما هو بزين ورموه.